فرجال قاعد لوحده وده يتهدد بالسلاح. هسه انا اللي يهددني مو موجود حتى يشوف ايش وراي. هو انا هسه ايش قال لك رئيس وزير الشباب رئيس اللجنه الاولمبيه زلمه ماخذ طريق وجايب طريق. حتى الرياضه لغيتها من حياتي. اللي يتهدد وما يقدر يسوي شيء يا كابتن يونس يطلع لو يبقى بط وطيها الواحد لفو لا اعطيها النجم ثاني. وين النجم الثاني؟ خليه يجي يرشح بكره يلا خليه يتجرأ ويقول يقدر يرشح على الاولمبيه. وينه؟ شنو رايك بترشيح صباح الكناني لرئاسه؟ تحياتي لاخوي ابو ضرغام. اقول له هذا يعني الموضوع صعب عليك. صعب عليك. اللجنه الاولمبيه مو سهله. لجنة الاولمبيه راد لها درايه وفكر وصعبه وعلاقات خارجيه هم خليها بالحسبان. فصعبه يعني انا استغربت منه بضرغام انه رشح على المكان. شو ما قلت هداف ما قلت مو نجم يا هو على صباح الكناني مثل ما صرحت على غيره. انا اقارن مواقفك في هذه الحلقه. حسبنا قله صعب عليك على المكان مو شغلتك يا صباح مو شغلتك. اقول لك انا شنو بدي اخاف من صباح؟ صباح اقرب الناس لي اصدقائي. لا هو صعب بس انا بدي اقول له مو شغلتك يا ابو النور. ابو ضرغام هم مو ابو النور. ابو ضرغام مو شغلتك الاولمبيه. نائب رئيس اتحاد ملاكمه شنو مو شغلت؟ هسه لا تخرب من ورا بعيد. الله ما مخربك بس لا تخرب من ورا بعيد. هو نائب رئيس اتحاد ملاكمه. ما علينا بهاي السالفه. الاولمبيه خلي ابو ضرغام بعيد عنه. تنصحه ما يرشح؟ انصحه.